جزاكم بخير في المجالس ديالكم ما يكون فيها شيء عبوس القنطريره، يكون فيها الابتسامه، والابتسامه توجي اخيك صداقه. ابتسم ما قاسي هاو مضايقين الناس يجوا داروا لينا وفعلوا لينا ما قدروا يسمعوا، ولكن احنا نكونوا مستبشرين. وعصي الله تعالى ازال عنك ما كان في اغفي ما كنت مغلولا به من غفله عن الله ومن ضيم في الدنيا ومن حسرات على الدنيا ومن تكالب على الدنيا. ما عندك شيء كتشوف الاخره كل شيء سهل، الدنيا كلها ما تساوي جناح بعوضه، لانه الاخره كنشوف جزاء عند الله. وامن والي في ثقه انه سيرحمني اذا قال العبد، كانت الاحاديث كثيره في هذا الشيء، اذا قال العبد ربي اغفر لي يقول الله قد غفرت لك، غير رضى لي يا ربي اغفر لي قد غفرت لك، يا ربي ارزقني قد رزقتك، يا ربي افعل بي، يا ربي اشفني. مستجاب الان ولا من بعد شهر ولا من بعد ياك يا ربي انصرنا. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.